المباراة المرتقبة. نتمنى نستمتع بماتش من أعلى الطراز. هذه هي تشكيلة أصحاب الأرض، الميل أكثر لأسلوب 4-4-2 في مباراة اليوم. من الممكن ركنية. قدرة عالية من المدافع. ليو ميسي. محاولة تسديدة قوية. الله على التصدي والعرض. الفريق هذا كأنه يقدم الأداء لخصمه، وكله ما تحبش نلعب خوض الكرة. كارفاخال. ضربة في اتجاه المرمى. طلعت مرة أولى لكن ما زالت الكرة في الميدان. الكرة تعدي المرمى وهدف. تحكم جيد في الكرة، شوف الكنترول، وينتج عنه هدف أكيد جميل. من الصعب جدا على حارس المرمى أن ينقض مرة أخرى على الكرة. لذلك إنييستا. كرة عرضية ممتازة. تسديدة وكرة تمشي باتجاه المرمى. فرصة وهدف. أخيرا سجل الهدف بعد جملة من المحاولات والتسديدات على المرمى. نعم رائعة جدا صراحة محاولات. كريستيانو رونالدو. دي ماريا. كريم بنزيما. تسديدة محاولة قايم ينوب عن الحارس مش ممكن. كرة ثم يمشي الكونتر. وحده منفرد. كرة تمشي باتجاه الحارس. كريستيانو رونالدو. مخالفة في انتظار التنفيذ. تسديدة والأروع. لكن الكرة كرة يتمكن منها الحارس بكل سهولة. إذا نصل أصدقاء المشاهدين إلى نهاية الشوط الأول. بالنسبة لي كان أداء جيد في الشوط الأول. حكم المباراة يصفر الشوط الثاني يبدأ الآن. كرة صعبة أمام المرمى. كريم بنزيما. كرة ممتازة يسلم ويستلم مرة أخرى. شرف المحاولة نجاح والتسجيل هو أكبر نجاح. أنطوان غريزمان. كريستيانو رونالدو ينقذ الحارس لكن ما زالت خطيرة. دي ماريو. ليو ميسي. إنييستا. هدف رائع بالفعل. هدف بطريقة فيها صنعة كبيرة من اللاعب. هدف في مكان يظهر سهل. تسديدة وكرة باتجاه الحارس. هدف يعيدهم للمنافسة. موت
متميز هذا اللاعب وهذا كرة مميزة إلى العرض. أنخدم الرياح تسديدة وكرة في جنبة المرمى. الدفاع كان ضعيف. تسديدة على المرمى. كرة تتوقف بطريقة عجزية. شوف السكة، شوف البراد. قطع بشكل جيد. كريستيانو رونالدو. غريزمان بكل بساطة رائع جدا. ماريا ليو كريم بنزيما وتأتي السفرة الأخيرة. انتهى اللقاء. Thank you for watching. Hope you enjoyed. Don't forget to like, subscribe, share and comment, follow us on Twitter @BigGameScreen, and goodbye.